خلونا نبتدي مع بعض بالاخبار اللي معانا. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي اجرى اتصالا هاتفيا بالعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، وتبادل الزعيمان اطيب التهاني بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل ان يعيده على البلدين الشقيقين بالخير واليمن والبركه. كمان من ضمن الحاجات اللي حصلت امبارح، الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع اطلع خلاله على جهود الحكومه لتنفيذ حزمه الدعم الاجتماعي اللي تم اتخاذها مؤخرا لدعم العاملين بالدوله وقطاع الاعمال العام بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين والسعي لاحتواء اثار التحديات الاقتصاديه وايضا التقليل من حده تاثيراتها. تفاصيل هذه الاخبار واخبار ثانيه هنعرفها في التقرير اللي جاي. اخبار كتيره مهمه حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصال هاتفي بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وتبادل الزعيمان أطيب التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد على البلدين الشقيقين بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ شعبيهما والأمتين العربية والإسلامية من كل سوء ويرزقهم الأمن والاستقرار والرخاء. امبارح أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، وتبادل الزعيمان أخلص التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وأعرب الرئيس السيسي عن تمنياته للشعب والقيادة العمانية الشقيقة بأن يعيد الله عز وجل عليهم الشهر الكريم بكل الخير والتقدم، وهو ما ثمنه جلالة السلطان معرباً من جانبه عن خالص امتنانه لأخيه السيد الرئيس، ومتمنياً لمصر وشعبها دوام الخير والازدهار. امبارح عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع اطلع خلاله على جهود الحكومه لتنفيذ حزمه الدعم الاجتماعي اللي تم اتخاذها مؤخرا لدعم العاملين بالدوله وقطاع الاعمال العام، وده في ضوء القوانين المنظمه اللي اقرها البرلمان بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين والسعي لاحتواء اثار التحديات الاقتصاديه والتقليل من حده تاثيراتها. كما اطلع الرئيس السيسي على جهود الحكومة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة اللي بيجري تنفيذها في عدد من القطاعات، منها الدوائية والسياحية والغزل والنسيج والتشييد والصناعات الكيماوية والسيارات الكهربائية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ورفع معدلات التصدير في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء جهود دعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على المضي في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة اللي بتستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وضمان الإدارة المثلى لأصول الدولة، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد اللي بتنفذه الدولة المصرية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالتزامن مع أول أيام شهر رمضان المبارك، كثفت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع نظيرتها من دولة الإمارات العربية المتحدة من طلعتها من مطار العريش لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الغذائية والطبية على شمال قطاع غزة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن القوات الجوية نظمت زيارة لعدد من القادة والمحاربين القدماء وعدد من أسر الشهداء بمتحف القوات الجوية، وده تزامناً مع احتفال مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم. تضمنت الزيارة جولة تفقدية بالمتحف استمع خلالها الحضور لشرح مفصل لمكونات المعرض اللي بيضم بين طياته سرد تاريخي لبطولات القوات الجوية، وأعقبها جولة داخل العرض الداخلي للمتحف، وتم عرض فيلم وثائقي عن تاريخ ونشأة القوات الجوية، تلاها تقديم عدد من الفقرات الفنية اللي قدمها طلبة كورال جامعة عين شمس واللي عكست المشاعر الممزوجة بالفخر والاعتزاز بدور الشهداء. أما بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي المنوفية تم توفير 164 فرصة عمل للشباب بالتعاون مع شركات القطاع الخاص. في بني سويف تم افتتاح وحدة الرنين المغناطيسي بالمستشفى التخصصي، وده طبعا بعد أعمال التطوير. كمان في كفر الشيخ هيتم توزيع 25,000 كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك. وفي الأقصر تم افتتاح معرض أهلا رمضان في مدينة طيبة الجديدة، وتفاصيل وأخبار أكتر في سياق هذا التقرير. The cat sat on the mat.
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة، فأسوان أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن موافقة اللجنة العليا لاعتماد المنشآت الصحية على منح شهادات الاعتماد لعدد من المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظات المرحلة الأولى، ومن بينها 8 وحدات رعاية أولية داخل محافظة أسوان، ليصل بذلك عدد المنشآت الصحية المعتمدة في أسوان ل 37، منهم 32 وحدة ومركز رعاية أولية و5 مستشفيات لخدمة أهالي المحافظة. في المنوفية أعلنت المحافظة عن توفير 164 فرصة عمل للشباب خلال شهر فبراير الماضي، وده من خلال إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام وبالتنسيق مع المصانع وشركات القطاع الخاص داخل وخارج نطاق المحافظة، وده ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. في بني سويف أعلن المستشفى التخصصي عن افتتاح وحدة الرنين المغناطيسي بعد انتهاء أعمال التطوير، ويتيح الجهاز إجراء العديد من الفحوصات الدقيقة زي الفحص بالرنين المغناطيسي لوظائف المخ والتحليل الطيفي للتفرقة بين أنواع الأورام المختلفة في كل أجهزة جسم الإنسان، بالإضافة للفحص المبكر للأورام وجلطات المخ. في كفر الشيخ أعلنت مديرية التضامن عن توزيع 25,000 كيلو لحوم على 12,500 أسرة من الأهالي الأكثر احتياجاً، وبيتم التوزيع تزامناً مع شهر رمضان المعظم، وده لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر وإدخال الفرحة في قلوبهم في الشهر الكريم. في دمياط شهدت المحافظة تدشين قافلة علاجية بأبو راشد في مركز كفر سعد تضمنت 12 عيادة تخصصية بعدد 10 تخصصات طبية ومعمل للدم والطفيليات ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية متكاملة، وتردد على القافلة 1117 مواطن وجرى توقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان. في الأقصر شهدت مدينة طيبة الجديدة افتتاح معرض أهلاً رمضان في الحي السكني الثاني بجوار سوق إسكان الشباب والمستقبل ووحدة طب الأسرة، وبيهدف المعرض لتوفير السلع الغذائية للسكان بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك، وده استجابة لتوجيهات القيادة السياسية ضمن جهود الدولة المصرية في تخفيف الأعباء عن المواطنين. في مطروح أعلنت المحافظة عن دعم المواطنين خلال الشهور الأربعة الأخيرة بنصف مليون جنيه مساعدات وإعانات للأسر الأكثر احتياجاً من خلال جهود المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، مع التواصل والتنسيق لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين مع الجهات المختلفة، وده من خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين.